الشيف ابو علي الظاهر مشاري مناغرك فلوس. ليش؟ 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 في مصالح مشتركه. لا شو سيلفي وحركات شو سبب عشان السيلفي. انا اخذت سيلفي مع الاربع شباب. الله يسعد قلبك. الله يحييك. طيب يا هلا والله حياك الله يا مشاري. يا مرحبا يا هلا. اعطونا يا جماعه الخير اسئلتكم لمشاري اضافه على الاسئله اللي عندي. طيب مشاري كيف حالك؟ يا مرحبا والله عساك طيب. يا هلا والله مشاري. ميولك او الهوايه اللي عندك جاي عليها؟ انا شخص عندي بزنس وصراحة جاي يعني ممكن مستقبلا افيد نفسي في هذا الشيء. يعني عندك مشاريع خارج البرنامج؟ اكيد. ما شاء الله. طيب اللهم لك الحمد. ما شاء الله. تقدر تعلمنا وش مشاريعك مثلا؟ وش نوع اكل ولا؟ لا انا لا تعلمنا بالمحلات بس. طيب انا عندي براند انشاته وانا في صف ثالث ثانوي. ما شاء الله. واللهم لك الحمد في شهر 10 الماضي عربي اخذ جائزة افضل براند سعودي في هذا المجال في غرفة مكة التجارية. ما شاء الله تبارك. اللهم لك الحمد. جاي استفيد من الشباب كلهم وعندي موهبة التقديم والإنشاد ف جميل جميل يعني أصلها هنا يعني. طيب شوف الوقت لك سم وظاهر قد سألنا كل الشباب سم عطنا كل ما عندك اللي عطاك الله عطني. طيب إنشاد كلمة أي شيء شيء في بالي. ويا ليت تعطر بس المجلس بكلام زين وبعدين تنشد ايش رأيك؟ طيب أبشر. هذه تحسب لك امام الجمهور ومستقبل ان شاء الله وسيفي. والله يسعدك يا مشاري. ابو من؟ ابو عمر. ونعم يا ابو عمر. ما عاد في ابو عبد اللطيف ها؟ يا شباب اعطونا مويه الله يسعدكم وقهوه شاهي. لا والله انت ادلس ادلس والله انت ادلس. حلفت حلفت حلفت, حلفت بالله بيجيبون الشباب مخدومين حلفت. طيب اعطونا شباب المويه القهوه الشاي. اسلم. هذه تلاوة استفتح فيها ثم بعدين عاد اللي تبي تفضل. هذه تلاوة تلاوة يا جماعة الخير. علي علي بيقرأ تلاوة تلاوة تلاوة. الله يسعدك تفضل. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن جزاك خير ويجعلها في موازين حسناتك يا مشاري. الله يسعد قلبك بيض الله وجهك. امين. والله راحه وطمانينه يا حبيبي. الله, الله, الله يوفقك ويكثر من امثالك. امين. الله يجزاك. طيب مشاري ابيك تكمل ولا عليك امر مشاريعك اللي تتكلم عن البراند اللي خذيته هو افضل جائزه. طيب. البراند هذا حقي انشاته الله لك الحمد. انا يمكن من صغري وانا احب اني ادخل في مجال تجارة. التجاره المغامره. جدا دعوه مغامره هذا كلها. نعم مغامرة. يعني في قاعده اذا تبي توصل لشيء انت ما قد وصلت له من قبل لازم تسوي شيء انت ما قد سويته من قبل. يا سلام. فالله لك الحمد انشات براندي واشتغلت فيه. الان انا شريك مطور في ثلاث براندات سعوديه ما شاء الله. اللهم لك الحمد. معروفه. في واحد منهم معروف وفي اثنين منهم يعني توهم مبتدئين ما شاء الله. اللهم لك الحمد. شريك مطور فيهم و يعني حتى انها ليست واحد منهم ليس في مجالي ولكني الحمد لله يعني في موضوع اللوجستيات والباكجينج والامور هذه كلها الحمد لله مطورها تطوير كامل ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. طيب وش اللي اخر شيء الباكجينج وش اللي قلت لوجستيات؟ لوجستيات إيه؟ وش اللوجستيات؟ اللوجستيات بشكل عام اللي هي امور كثيره يعني تعزز اخراج المنتج للزبون بشكل صحيح. اي منتج ولا منتج مخصص؟ اي منتج. تتكلم عن الشحن، التوصيل، الدفع، نسم الحاله، التخزين، التغليف، هذه كلها لوجستيات.
ما شاء الله. هذه كلها جسد. طبعا مشروعك متجر ولا محلات؟ لا متجر ومحلات. في شغلي تجهيز يعني فرع. ما شاء الله تبارك. لكن شغلي كله الكتروني الله اكبر. تشارك في معارض. معارض. نعم معارض محلية ودولية. يا سلام يا سلام ما شاء الله الله يوفقك ان شاء الله. طيب لا اله الا الله مشاري انا مجهز لك كلمات خفيفة لطيفة مثلك وبيسمعها بصوتك وهذا طلب مني. طيب قبل الجمهور قال شيء. أبشر. وسألت يوما أين نور الدرب؟ أيه. أين هو الصديق؟ هذه في مقطع انتشر لي قبل فترة وأنا أنشدها بس موجود عندك الكلمات؟ موجود الكلمات نعم. طيب أعطني إياها. طيب يعني. سام وسألت يوما أين نور الدرب؟ أيه. تفضل. طيب الله يسعدك. هذه حلوة أبشر. دقيقتين. دقيقتين يا مشاري الله يسعدك. وسألت يوما أين نور الدرب أين هو الصديق أمشي أفتش عنه عن أمل يصاحبني الطريق أبحرت والأمواج تخنقني وأنفسي تضيق والروح عطشة للقاء يلفها شوق عتيق أين الصديق أين الصديق يا من رمى عهدي وولى حين داهمنا الوداع من قال أن الروح تشرى أو تباع سترى من الأحلام لو خبأتها خير المتاع وترى بأن الوند لا يفنى وأن القلب داع أين الصديق أين الصديق بس يعني اختصرها يعني. يا سلام صح صوتك وبيض الله وجهك. لا بعد تبي تطلع على هاشتاق وكذا مش اشوفك كلكم فليت الله يجزاك خير. طيب ايش من هو اللي وظفه يقولون هالكلمه بيض رواجك لا وظفوك لا مو لا وظفوك لا فضفوك الله يقلع منك لا فضفوك وين جايت راح اكمل الطبخ انا كيف تلعب يقول لا وظفوك لا وظفوك انا اقول من اللي وظفه. طيب مشاري لبي وش رايك في الشاذليه؟ والله عربت الجدين ها ما يحتاج بالله. يا سلام زي. طيب مشاري لبي الله يلبيك. انت مؤهلك جامعي طيب تطمح انك تدرس اكيد 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 بتكمل ماجستير إيه. حصلت لي فرصه وان شاء الله راح اكمل. وش تخصصك؟ تخصصي يعني شريعه قانون. ما شاء الله شريعة. جامعة الإمام. جامعة الإمام. ومعدلك اسلم. لا أنا معدل ليش أسأل على الهواء يعني. الله يسعد قلبك تشرفني فيك يا مشاري. ترى احنا نمزح بس أبشركنا أبشركنا طيب. ما شاء الله تبارك الرحمن واضح انك ماخذ الأول الله يوفقك. لا الحمد. الله يسعدك. آمين آمين الله يجزاك. خذ راحتك يا مشاري وابد ترى الدعوة أريحية ما يحتاج. أكيد 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 أكيد. طيب شباب أنا صبرت للتذكير.